تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. قبل ما حضرتك تشوف الفيديو لازم تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد عن النادي الاهلي بينزل على قناتنا على اليوتيوب. بالنسبه لاخواتي الاهلاويه اللي داخلين عن طريق الفيسبوك وبيعانوا من تسجيل الدخول في اليوتيوب، الامر بسيط جدا، هتلاقي فوق اي فيديو التلات نقط اللي جنب بعض دول، هتدوس عليهم هتظهر لحضرتك القائمة دي، هتختار فتح في اليوتيوب وتدوس عليها، هتقدر بعدها تعمل كومنت وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات. بشكركم مرة واتنين وتلاتة وعشرة، والسلام عليكم. كلنا بنتعاطف، بنشجع فريق، مفيش حد على مستوى العالم كل ولد بيشجع فرقة. عندنا عاشت مثلا في الاسماعيلي، محافظه هذه المحافظه الجميله، بعد لقيت شجع النادي الاسماعيلي بنجوم النادي الاسماعيلي بيروح الاسماعيلي وعشاق لفريق، زي ما احنا كده مثلا بنميل ترى لليفربول لان احنا عاطفيا بنجمنا محمد، بنميل لاستون، نتمنى ان استون فيلا يكسب، مش احنا بتريزيجيه وهكذا وهكذا على مدار تاريخ لعبتنا. نبعد التعصب القدم في مصر ازاي؟ وصلنا لمرحله سنوات فاتت ناس بتموت عشان الكور وناس بتخاف تروح الاستاد وناس ما بروحش الملاعب. كرة القدم هي منافسة، انت هتكسب انا هخسر، انا هكسب بكره، ده الطبيعي. لكن واحد واثنين وثلاثة كان بيتحكم غير طبيعي. الاعلام هو اللي ما تسمع هتزيد الطعم، لما تكون واحد هتزيد الطعم، اما المسابقات تلاقيها باين هنا وتيجي بكل دي اخر هتخلق التعصب. يطبق عليه قانون ولا يطبق عليه قانون، اما تقول لفريق انك ودي القواعد المسابقه ثلاث نقط لنادي تاني هتخلق التعصب في الاعانه في قناه زي نادي الاهلي قويه، يعني بعين الزمالك بعين الاهلاوي، في قنوات اخرى ما ينفعش بيكون طول الوقت ضد نادي دي. ما هو التعصب في قناه نادي الزمالك، قد اكون على مدار كنت في قناه نادي الزمالك اكتر والزمالك عايز ايه، واكتر الزمالك بيتواصل معايا واتساب، الناس اللي بيكونوا يبعتوا لي او السوشيال ميديا او على صفحه اكتر من نص مليون كلها بتبعت لي، شوف فلان قال ايه، طب الموقع ده قال ايه، الموقع ده ضد ايه، طب شوف الاخبار المفاجئه، يا فعلا يا كابتن هو ده، يا كابتن ده ما هو فعلا ما اعرفش ايه، هو فعلا وفعلا في جمهور الزمالك. واحنا هنا وانا اتكلمكم بقى في قناه، انا هنا في اشتغل كوره، افتقد بني ادم في الكوره، افتقد فلان وليه الصح واقول له وما تجيش على والنادي يمشي غير العداله والحق، هو ده دور النادي ان انا ده ودافع عن ركيان النادي. طيب منتهى الصراحه، احنا عندنا رئيس نادي زي المستشار مرتضى منصور وعندنا مجلس اداره، رئيس النادي ده كان جدا في ظهور هذه القناه وعمل انجازات داخل نادي زرشقات وخارج نادي في على المستوى الرياضي، صفقات وجلب لاعبين وكلام من هذا القبيل. بشوف بعض الجيل اللي بيحاولوا يقللوا من نادي الزمالك او من قيمه نادي من قيمه قناه نادي الزمالك اسبوعين ورجعنا. انا عايزين نكون اكثر كلام كوره، اكثر كلام في امور نادي الزمالك، الدفاع عن مجلس اداره نادي ورئيس نادي الزمالك، وليس لنا علاقه بانتخابات وفق رئيس الزمالك في الانتخابات مجلس النواب، او في 1000 واحد رش في مجلس النواب، وفي ناس ما بتوفقش، في ناس بتنجحش، رؤساء انديه كتير مش اعضاء مجلس النواب، يعني اعتقد 18 نادي 12 رئيس نادي عضو نواب. مجلس النواب ده شيء يرتبط بدائره بيدافع عنها شخص فيها قد يكون اهلاويه اكثر من الزملكاويه. انا دوري اقول ان وزير الشباب والرياضه طلع قال انتوا ما تتكلموش ليه طول الوقت في حل المجلس اداره مالك او رئيس نادي الزمالك، اما في لجان بتفتش، هل بتفتش نقاط؟ لا، بتفتش في كوديه مصر الزمالك والاهلي وكل الانديه، وما بيكون في مخالفات قانون بنمشي عليه، المخالفات الماليه، المخالفات زمان ما كنت بسمع يقول لك ايه هديك لغايه نحل المخالفات بتاعتك في بعد كده حولك لطبيب، تمام، تالي في وزير هيتاخد قانون والقانون هو ده عنده، لكن اعلام يقول لك ما اعرفش مين مجلس اداره ما اعرفش مين، هو انت كده، ده انت نوع من الاستقرار المصيريه تقول الاهلي هو عامل معايا ان انا يعني لازم تقعد تعمل لي عدم نفس الوقت اضطرار للنادي الاخر، ما انا زي التاني اهلي التاني نادي مصري معايا مع الاعلام رئيس نادي الزمالك منصور خصوم يقول لك لا لازمكم من رئيس نادي الزمالك، انا بقول لك اهو الزمالك
رئيس نادي الزمالك حالة هيكون مش موجود زي ما كان عظيم حلمي زمورة، حسن نور الدالي مع حفظ الأرض، زي ما كان كمال درويش، وزي رؤساء كتير على مداركم زي الاستاذ ممدوح، دول كانوا موجودين على راس اسه نادي الزمالك. احنا كجمهور بيحضن اللي قاد نادي الزمالك، الراجل ده اشتغل كان ناجح، هل الراجل ده واحد له ماله وعليه؟ فهنا انا عايز اقول له نادي الزمالك قناه نادي هتدافع عنك وهتدافع كيان نادي الزمالك، واي بني ادم لان دور القنوات اي بني ادم هيكون متوافق نادي الزمالك هنكون في ظهره في كل حاجه. اللي بينجز بنقول له انت بتنجز، اللي بيعمل بطولات بنقول انت عارف ان يكرمكم وتجيبوا لنا سياسه. طبعا انت ماشي صح، القانون هو نفس القانون يمشي على المعنى. يعني انا ضد رئيس مستشار مرتضى منصور، هم عندهم يوتيوب قله تايم وقذاره، حاجه يعني حاجه يعني منحطه بمعنى كلمه. وده اللي انا عايز اوصل له يا جماعه، عايزين نشتغل، اتكلم في الكوره، اتخانق مع واحد اكل الكوره اقول له ده لعيب، لعيب مش جامد، اقول له دي صفقه جامده مش صفقه جامده، عايز ده، انا عايز نتكلم في ده، اجي انتقد زميل، انتقد زميل في الشغل دي فقط، انا ده اللي انا عايزه من خلال قناتك ان شاء الله باذن الله. لازم اقول هذا الكلام مره هتكلم فيها، وانا سؤالي لجمهور نادي قناه خلق عشان تدافع عن نادي، عشان تكون في ظهر نادي زميل، كيان اسمه نادي، تكون في ظهر لعيبه، وكل ده في الحق. احنا مش عايزين، عايزين اعلام عامل بمعيار والانديه، عايزين حاجه حقنا فقط، كرة القدم في كرة في الطايرة، كل الأزينة دينا أحسن نادي هذا النادي، ونشجع هذا كارم الأندية الأخرى يلي بتضمير والصح. طبعا بين محمد فضل وكهرب وكنت أنا بقولها قاعدة ناس أصدقاء، ده شيء طيب جدا لأن متبع وبيتفق وينفذ هذا العرف ما بينه، لكن في كرة الانضباط مفيش حاجة عرب، لأن القدم هو القائح اللي بترب، فما يتم تحضية للجنة اللي ينفعش بعد ربع ساعة، انا واصي على اللجنه، انا عندي قاضي صح. لا بقى نخلي بوس على راس امين عمر حبيبي، معلش انا سحبت السماعه فما نعمل صالحه هو، لكن المنطق ده ونرجع تاني في لجنه تقول ايه، ان المباراه اللي ما بين في محافظتين محافظات او يتلعبوا في محافظه وفي ملعب محايد، كنت اول واحد في هو النادي الاهلي ترسانه ليه، الترسانه جيزه الاهلي ليه القاهره وعلى اللي هو الاهلي دايما اللجنه المؤقته، نفس الوقت امالك ابت الرجاء هناك يلعب كاس مصر مع في الاسماعيليه وتوقفه لعب بدني وكل لغايه الاسماعيليه اللي ما بيلعبش دوري لما حدث في بورسعيد، لا نتفهم ليه يذهب النادي الاهلي انه يلعب كمان، احنا طموح ليه حضرتك ليه يا اجل طموح يبقى انا في كاس مصر النادين موجودين من المحاضره يروحوا يلعبوا طيب ماشي انا عندي ابو قير واهلي القاهره ومش زي الزمالك، وانتوا فعلا بتقول الحق انا بتكلم في غلط، انا بقول زي الاتحاد زي طلائع لازم العداله ترى المعايير كلها، لكن المعايير وبيقعدها بعض من هم انت اللي اصل انت انسحبت وحضرتك تروح ماجلش ومقبل ما ينفعش، ده واضح انت ولا وعايز تبقى بين كل الفرق لا، ولا عايز تكون عادل لا ما بين كل الفرق واحد وكفه الميزان عادل، لكن انت بتقول عام بتقول انا بعد هنا كده عامل فيها البطلش هنا، ما ينفعش في كره معايير كره القدم ما فيش غير انت اتحاد الكره اللي بتخلي المعايير انضباط، ما ينفعش كوبا على واحد فون اقوى كارت في حته لوحده عدتي بيسمعني يقول لي ايه افدقه الاول وهو الكهرباء هو اللي طب له قول واحده عاقب هو شه يعني ما اعرفش مين يتعاقب هنا يتعاقب ما اعرفش مين يتعاقب رد تعاقبش قطع طب ما هو غلط طبعا ما يتعاقبش اول طب لو هو بالمنطق ده حد جاني اداني بنيه الحكم يقول لا بنيه الاول هو والبنيه بعدين بس الثاني اللي غلطان الاول طب ما الثاني هو اللي ضرب الاول مفيش حاجه اسمها كده لكن للاسف عندكم غريبه على العموم ملاعب كاس مصر الثمانيه ما بين ونادي مصر ما بين الزمالك ونادي مصر وما بين غيري السكندري موقفين كابتن بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك
وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلاوية على اليوتيوب. بالنسبة للأهلاوية اللي داخلين عن طريق الفيسبوك وبيلاقوا مشكلة في تسجيل الدخول لليوتيوب، الأمر بسيط جدا، هتلاقي 3 نقط جنب بعض هتدوس عليهم، هتطلع لحضرتك القائمة اللي قدامك، هتدوس على فتح في اليوتيوب، وبعدها هتقدر تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معاكم أخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.